في حملة واسعة تحمل اسم آخر ضحايا طريق الموت الشاعر سمير صبيحة، بشرت هندسة الحشد الشعبي بحملة واسعة لإكساء طريق بغداد الكوت ولأكثر من 120 كيلومتر ذهابا وإيابا، بعد جملة من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الأبرياء. حيدر نصيف والتفاصيل. بعد أن حصد أرواح أغلب المواطنين، طريق بغداد وسط يرى النور على يد من كان يحارب الإرهاب. هندسة الحشد الشعبي تباشر بإكساء أكثر من 120 كيلومترا ذهابا وإيابا في طريق يعد الأخطر من ناحية الحوادث المرورية، في حملة أطلقت للراحل سمير صبيح الخدمية. هيئة الحشد الشعبي حقيقة ارتأت أن تبعث بالجهد الهندسي لهذا الطريق، طريق حي ويربط 4-5 محافظات جنوبية بالعاصمة وبالعكس. هذا المقطع اللي احنا فيه طوله حوالي 120 كيلومتر ذهاب وإياب، بنقاط حرجة ونقاط حقيقة تعاني من تخسفات وتكسرات هي سبب أكثر الحوادث اللي وقعت في هذا الطريق. طبعا هو طريق واعد وفي حالة تطوير. من شفنا كثرة الحوادث وزعق حياة المواطنين قحمنا من نفسنا بهذا العمل، وضمن التخصيصات المالية المتوفرة وضعنا بعض المبالغ في صيانة طريق كوت بغداد في المقطع خارج المقطع المحاد حاليا، في المقطع الثاني، وحاليا عندنا أعمال صيانة به، وأيضا لطريق كوت ميسان. وإحنا بهاي المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للجهد الهندسي العائد لهيئة الحشد الشعبي المبارك الذي حرر العراقيين من الإرهاب وأعطى الضحايا الكثيرة في سبيل مواجهة الإرهاب، وعملهم اليوم لا يقل شأنا عن عملهم في محاربة الإرهاب. طريق الموت هكذا يطلق عليه المواطنون بسبب الحوادث المرعبة والكبيرة التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء بمجرد المرور منها. والله هذا طريق موت هاي المنطقة، خاصة منطقة البتار، حوادث ما تنقبل. منين اكو الشارع مكسر، ثان رصيف عالي ومنطقة من شوشة حيل، ويعني حوادث مو بنصاب بيها. هاي المنطقة من راس البتار لهنا، ويا اللي يجينا يا محافظ اللي جاء يسوي هنا قام ربيع ويمشي، هاي هي بس يوم اللي يجي يسطرنا وهاي هي ماكو. اشتكينا على الحولي لا صار، ملينا هنا خدمي وياه بس ويساج ماكو. يا هاي جزرة وسطية على المود لحد يعبر بكيفه ماكو، هاي كلها ماكو. اي صار وهاي هي. والله اخي هو بسبب الحكومات يعني تاخرت علينا هاي، يعني هاي صار سنين الحوادث كثرت عندنا، يعني شغلات ناس تاذت، عوائل دمرت دمار من هاي الشارع هذا. والله العظيم يعني هاي دائما تصير عندنا حوادث علي من طريق من الصويره لمن حد الكوت. يعني تاذت منطقه الكوت، تاذت اذيه من وراء الطريق مال طريق بغداد كوت. وعلى الرغم من اطلاق الحملات الخدميه من قبل هندسه الحشد الشعبيه، إلا أن الأدوار البلدية لابد أن تكون حاضرة لإنهاء هذا الفصل من المعاناة الذي يعيشه المواطنون. ماذا ينقص العراق ليصبح كباقي الدول؟ شوارع معبدة وطرق منظمة وخدمات تعيل المواطنين على إيصال حياتهم بشكل يليق باسم بلدهم. من طريق بغداد واسط، حيدر نصيف، قناة الرابعة.